بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن موضوع السحر والكلام عنه موضوع مهم جدا، خطورته وخفائه على كثير من الناس ولكثرة وقوعه. لما يظن أن فيه من الفوائد أو ما فيه من المنافع، ولحرص شياطين الإنس وشياطين الجن على ترويجه وتسميته أحياناً بغير اسمه الصحيح، من أجل ذلك يجب الاهتمام بمعرفة هذا المرض العضال وهذا الداء الخطير. فكما أن الأمة يجتهدون في معرفة أمراض الأجسام ويعملون لها الأدوية والاحتياطات، فإنه يجب الاهتمام بالأمراض التي تمس العقيدة وتمرض القلوب وتفسد الدين، يجب الاهتمام بذلك قبل كل شيء، فإن أمراض القلوب وأمراض العقائد أشد خطراً من أمراض الأجسام، لأن أمراض الأجسام خطرها مقصور على الحياة الدنيا، وأما أمراض القلوب وأمراض العقائد فإن خطرها وأثرها القبيح لا يقتصر على الدنيا، بل يمتد إلى الدار الآخرة. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحراً لخفائه، وأنه أمر لا يعرفه كثير من الناس ولا يرونه، وإنما هو أعمال شيطانية وأعمال مغطاة لا يعرفها إلا المعنيون بها. فالسحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه. أما السحر في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع فهو عبارة عن رقى وعزائم و أدوية وأبخرة يستعملها المشعوذون والدجالون مع استعانتهم بالشياطين، ولا يمكن للساحر أن يتعاطى السحر وأن يؤثر إلا إذا تعامل مع الشياطين وأشرك بالله عز وجل. فإذا أشرك بالله وكفر بالله فإن الشياطين تتعاون معه بالإضرار ببني آدم. أما إذا لم يشرك بالله ولم يكفر بالله فإن الشياطين لا تتعاون معه
ولذلك لا يكون الساحر إلا كافرا ومشركا بالله عز وجل. فالسحر إذن والشرك والكفر أمور متقارنة بعضها ببعض، لا ينفك بعضها عن بعض، فلا يكون هناك ساحر إلا وهو كافر مشرك بالله عز وجل، لا يكون هناك ساحر إلا وهو يتعامل مع الشياطين والشياطين تخدمه وتعينه على الإضرار ببني آدم. في مقابل كفره بالله وفي مقابل تضليله للناس وإضراره بالناس، والسحر داء قديم في الأمم، ذكره الله في قوم فرعون، وأن السحر عندهم كان معروفاً ومعتمداً عليه في وقتهم. ولهذا لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام برسالة الله سموه ساحراً، إما من باب التمويه على الناس أو لاعتقادهم أنه ساحر، لأنهم كانوا معنيين بالسحر فيظنون أن كل من جاء بأشياء لا يعرفونها يظنونه من السحرة. ولهذا ادعى فرعون وملأه أن ما جاء به موسى أنه سحر، وأراد أن يقابل موسى بالسحر ويقابله، فجمع السحرة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ استشيرهم. قالوا أرجه، يعني أنظره، لا تستعجل، أرجه أخاه يعني هارون عليه الصلاة والسلام، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فعمل بمشورتهم وجمع السحرة وجاءوا بسحرهم، وطلبوا من موسى أن يبدأ هو بعرض ما معه أو يبدأون، فموسى عليه السلام أمرهم أن يعرضوا ما عندهم، فعرضوا ما عندهم من السحر الذي أرهب الناس، جاءوا بسحر عظيم أرهب الناس. فأمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يلقي عصاه التي بيده، فألقاها فابتلعت كل ما عملوه من السحر، ابتلعته واختفى. فعند ذلك علم السحرة أن هذا ليس بسحر، لأنهم أهل مهنة وأهل معرفة بالسحر، عرفوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، قرروا هذا. فكانت هذه شهادة لموسى عليه الصلاة والسلام بأن ما جاء به ليس بسحر وإنما هو من عند الله، وآمنوا به وخروا سجدا لربهم عز وجل، تابوا إلى الله. وعند ذلك اغتاظ فرعون وأرغى وأزبد، لجأ إلى القوة والتهديد لأن حجته بطلت، وانتهى أمره إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الهزيمة والاندحار والهلاك، ونصر الله موسى وأخاه ومن معهما من المؤمنين.
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ما يمكن يتقابل باطل وحق إلا وينهزم الباطل دائما وابدا في كل زمان وفي كل مكان. ولا يمكن أن يتقابل السحر مع معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به الأنبياء هو من عند الله عز وجل حق، وما يأتي به السحرة فهو باطل، ولا يمكن أن الباطل يقوم في وجه الحق أبدا. والله تعالى يقول إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ الساحر مهزوم والسحر باطل، وأما من معه الحق والآيات من عند الله فإنه منصور ومؤيد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك السحرة إذا قابلهم أهل العلم وقابلهم أهل الإيمان اندحروا دائما وابدا، ولا يمكن أن يصمدوا أو يقفوا في وجه أهل الحق ودعاة الحق. ومن ثم يجب على الدعاة على العلماء وعلى أهل الإيمان، يجب عليهم أن يقفوا في وجوه السحرة وأن ينكروا عليهم وأن يمنعوا باطلهم وأن يقيموا عليهم حد الله سبحانه وتعالى لردعهم وكفهم عن شرهم وإراحة المسلمين منهم. هذا واجب المسلمين في كل زمان، ولا يجوز السكوت أبدا عن السحرة تساهل في شأنهم. فهذا هو السحر، عبارة كما يقول الإمام الموفق ابن قدامة في الكافي في كتابه الكافي إنه عبارة عن رقى وعزائم، يعني يقرؤونها رقى شيطانية، ليست رقى من القرآن وإنما هي رقى شيطانية، كلمات غريبة، ألفاظ مجهولة، رموز وطلاسم بينهم وبين الشياطين، يقرؤونها وينفثون، ثم يتعاون معهم الشياطين فيحصلون مقصودهم من ضعاف الإيمان أو من المغفلين أو من الجهلة. تؤثر هذه الرقى وهذه العزائم وهذه الأبخرة وهذه الأدوية، عرفنا أنها ليست تؤثر من قبل نفسها لأنها عبارة عن أدوية وأبخرة أو حروف مقطعة لا تؤثر هي في نفسها، وإنما هذا بسبب التعاون مع الشياطين وبسبب الإشراك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل. فالله يعاقب من تعاطى هذا بأن يجري على يده شيئا من الأضرار والمضار ابتلاء وامتحانا، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذنه الكوني، إلا بإذن الله أي قضائه وقدره، وليس المراد إذنه الشرعي، فإنه سبحانه لم يشرع السحر ولم يأمر به شرعا، وإنما هذا قضاء وقدر قدره الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها من ابتلاء العباد واختبار العباد، تسليط بعضهم على بعض عقوبة. والسحر ينقسم إلى قسمين كما قرر أهل العلم. القسم الأول سحر حقيقي، سحر حقيقي يؤثر في الأبدان، يمرض ويقتل ويفرق بين المتحابين
أو يجمع بين المتباغضين أو ما يسمى بالصرف والعطف، هذا حقيقي بدليل أنه يمرض ويقتل بإذن الله عز وجل ويفسد الود الذي في القلوب ويفرق بين المرء وزوجه، هذا سحر حقيقي بمعنى أنه ناتج عن أسباب فعلها السحرة من أقوال وأفعال، فهو سحر حقيقي بدليل أثره على الناس من قتل ومرض وبغض وحب وغير ذلك. النوع الثاني سحر تخيلي، وهو ما يسمى عند الناس الآن بالقمرة، وهو نتيجة الشعوذة، لأن يستعمل الساحر أشياء وإشارات يخيل إلى الناس أنها حقيقة وهي ليست كذلك، ليست حقيقة وإنما هو شيء تخيلي على الأبصار فقط بسبب التعاون مع الشياطين. من ذلك ما يعمله السحرة من أعمال غريبة، كأن يطعن نفسه بالسكين ولا تؤثر فيه، أو يبتلع النار ولا تؤثر فيه، أو يمشي في النار ولا يجد حرها، هذا في الظاهر، وإلا الباطن هو ما مشى في النار ولا طعن نفسه ولا أدخل في جوفه نار، يكذب، وإنما خيل إلى الناس هذا الشيء وقمر على أبصارهم، كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذلك أن سحرة فرعون استعملوا هذا النوع من السحر وهو التخييل الذي يخيل إلى الناس أنه حقيقة وهو كذب. جاءوا بعصي يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى، وهي لا تسعى، عصي عادية، إما أنهم جعلوا فيها مواد خفية تحركها كالزئبق، أو أنهم ألقوا عليها شيئاً من القمرة. يأتيك مثلاً يأتيك الساحر بورق عادي ويخيل إليك أنه نقود، يخيل إليك أنه نقود، فئة 100، فئة 10، فئة ريال، فئة 5، خيل إليك هذا، أو يأتيك بقطع من الحديد أو من الجلود يخيل إليك أنها جنيهات وأنها ذهب، فإذا ذهب عنك عادت إلى طبيعتها. يأتيك بحشرات، جعلان ولا خنافس، يخيل إليك أنها أغنام وأنها خراف تمشي، فإذا ذهب من عندك عادت إلى طبيعتها، لأنه وجوده عندك وهو يستعمل القمرة والتخييل. فإذا ذهب التخييل وذهبت القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها. إذا نظرت الأوراق وجدت أوراق سميت ما هي بدراهم، إذا نظرت إلى إلى الأغنام هذه صارت حشرات عادت إلى طبيعتها، لأنه زال التقمير والتخييل الذي كان يستعمله عند بصرك. هذا يسمى بالسحر التخييلي، هذا لا حقيقة له وإنما هو قمرة وتخييل وسحر للأبصار. ومنه ما يستعمل في الملاعب وغيرها من اللي يسمون السيرك، لعب السيرك، هؤلاء سحرة دجالون، تخيل إليك أنه يمشي على حبل وأنه يمشي على طرف السكين، أو أنه يرقد تحت السيارة وتمشي عليه ولا تضره، ويضرب بالمطارق ولا يكذب، ما كل هذا ليس له حقيقة، ما ضربته مطارق ولا جاءته سكاكين ولا مشت عليه سيارة، لكن أنت يخيل إليك هذا بسبب ما يعمل من السحر الذي يخيل إلى بصرك أنه عمل كذا وكذا وهو كذاب. هذا كله سحر تخيلي وباطل. والسحر
ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة، وذلك لشدة خطره. من ذلك ما ذكره الله عن قوم فرعون وما حصل لهم مع موسى، ذكره الله في سورة الأعراف، في سورة طه، وفي سورة الشعراء، ذكر القصة بتمامها وما جرى فيها وما انتهت إليه من بطلان السحر وانتصار الحق. وذكره الله عن اليهود، اليهود يتعاطون السحر، وذلك أنهم لما حرفوا التوراة وغيروا فيها عاقبهم الله، فاستبدلوا التوراة بالسحر وعلم السحر، استبدلوا علم الوحي الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، استبدلوه بعلم السحر الذي جاءت به الشياطين عقوبة لهم، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، من عرف الحق وتركه ولم يعمل به فإنه يبتلى بالباطل عقوبة له، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يشتغل بالطاعة هذا يعصمه الله سبحانه وتعالى، والذي يترك الطاعة يبتلى بالمعصية، يبتلى بالمعاصي والفسوق، والذي يترك الإيمان يبتلى بالكفر، والذي يترك العلم النافع يبتلى بالعلم الباطل، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم يعني اليهود رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره، نبذوا التوراة لأن فيها ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جحدوها ونبذوها، لأن الله ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكرت رسالته. جاء اليهود وحرفوها وجحدوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حسدا وعنادا، عاقبهم الله، اشتغلوا بالسحر، نبذ كثير من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهو السحر. أدل على أن السحر من عمل الشياطين، هذا هو الشاهد من الآية، على أنه على أن السحر من عمل الشياطين، ما تتلو الشياطين يعني ما تعمله وتتوارثه الشياطين على ملك سليمان، يعني في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، لأن سليمان سخرت له العفاريت والشياطين والجن وفيهم سحرة، وكانوا يتعاطون السحر في عهد سليمان ووقت سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن سليمان عصمه الله من السحر لأنه نبي الله ورسوله، ونسبوا هذا من شدة كفرهم وضلالهم، نسبوا هذا إلى سليمان، وقالوا إن السحر إنه من سليمان وإنه من عمل سليمان، وبرأ الله نبيه سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعني سليمان عليه الصلاة والسلام لم يتعاطى السحر لأن السحر كفر، والأنبياء لا يمكن أن يتعاملوا بالكفر أبداً، ومنهم سليمان عليه الصلاة والسلام. فقوله وما كفر سليمان هذا دليل على أن الساحر كافر، وعلى أن تعلم السحر كفر. ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل اسم بلد في أرض العراق،
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هاروت وماروت ينصحان الذي يريد أن يتعلم السحر منهما قبل أن يعلمه السحر ينصحانه لأن هذا كفر ولا يجوز. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني نحن نختبر الناس، نختبر الناس ابتلاء وامتحان. ينصحان لهذا إن ما يقرب السحر ولا يتعلم، لكنه يصر ويتعلم. إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل على أن من تعلم السحر فقد كفر. يتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، هذا دليل على أن السحر حقيقة وأنه يفرق بين المرء وزوجه، يجعل الزوج يبغض زوجته والزوجة تبغض زوجها، هذا من عمل السحر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر ويقدر الكفر والإيمان ويقدر المرض والصحة، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكنه يقدر المضار عقوبة، يقدر المضار على الناس عقوبة له وابتلاء له، ويقدر المنافع للناس رحمة بهم، رحمة بهم وجزاء لهم على أعمالهم الصالحة، حتى يقول إنما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا دليل على أن السحر ضرر محض وليس فيه نفع أبدا. بعض المحرمات قد يكون فيها نفع لكن نفع مرجوح وضرره أكثر، قد يكون فيها بعض النفع لكن مضرتها أكثر، ولذلك حرمت، لأن ما كان ضرره أكثر فهو حرام ولا ينظر إلى ما فيه من النفع اليسير نظراً للضرر العظيم الذي فيه، فيهدر النفع اليسير في جانب الضرر الكبير، هذه قاعدة شرعية. لكن السحر ما فيه نفع بوجه من الوجوه، لا كثير ولا قليل، ليس فيه نفع أبداً، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، نفى الله عنه النفع مطلقا وجعله ضررا محضا خالصا، هذا دليل على تحريم السحر وأنه ضرر، لأن ما كان ضررا، لأن الشيء اللي ضرره أكثر من نفعه محرم، فكيف بالضرر الخالص؟ هذا أشد تحريم. ثم قال ولقد علموا لمن اشتراه، يعني استبدل السحر، اشهرا هنا معناه الاستبدال، تعاطي السحر، لأن الشراء معناه أخذ شيء وإعطاء شيء، فالساحر أعطى شيء وأخذ شيئا، أعطى الإيمان وأخذ السحر، بمعنى أنه ترك الإيمان وأخذ السحر، هذا الشراء، استبدل، استبدل هذا بهذا، استبدل دينه وإيمانه وعقيدته بالسحر، هذا هو الشراء، مثل ما تشتري البضاعة تدفع ثمنها، تدفع نقودك وتأخذ بضاعة، هذا دفع دينه وعقيدته وأخذ السحر، وهذا خاسر. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني استبدله بالدين والعقيدة ما له في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني نصيب. وهذا من أدلة أن السحر كفر وأن الساحر كافر، لأن الجنة لا تحرم على من فيه إيمان، وإنما تحرم الجنة على الكافر، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فالساحر محروم من الجنة ما له فيها من خلاق، يعني ما له نصيب من الجنة أبداً، ما له نصيب من الجنة، محروم من الجنة، فهذا دليل على كفره، لأنه لا يحرم من الجنة نهائياً إلا الكافر،
أما المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه لا يحرم من الجنة، حتى ولو عذب في النار بذنوبه فإنه يدخل الجنة فيما بعد، لا يحرم المؤمن من الجنة. إنما الذي يحرم من الجنة نهائيا هو الكافر، فدل على أن الساحر كافر لأنه حرم من الجنة. فهذه أدلة من هذه الآية الكريمة في مواضع متعددة منها، أدلة عظيمة على أن السحر كفر وأن الساحر كافر بالله عز وجل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا دليل على أن الساحر ليس بمؤمن ولا متقي. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، هذا دليل على أن الساحر ليس بمؤمن وليس بمتق لله عز وجل، فمعنى أنه كافر. كل هذه أدلة من الآية الكريمة على كفر الساحر وعلى أن السحر كفر أكبر يخرج من الملة، والعياذ بالله كفر أكبر يخرج من الملة. هذا في القرآن الكريم. وفي قوله تعالى في سورة يونس ولا يفلح الساحرون، وفي قوله ولا في سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح، هذا دليل على كفره، لأن الذي لا يفلح أبدا هو الكافر. أما المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه يفلح بحسب إيمانه ولا يفلس من الإفلاح أبدا. إنما الذي يحرم الإفلاح هو الكافر. ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى. وسمى الله الساحر مفسدا، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، لا بد أن الله يبطل السحر على يد أهل الإيمان على الوحي المنزل. ثم قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فدل على أن الساحر مفسد، يفسد في الأرض، يفسد المجتمع، يفسد البلد، يفسد العقائد، يأكل أموال الناس بالباطل، يدجل عليهم، يفسد عقائدهم. الساحر مفسد بكل معنى الكلمة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر، النفاثات السواحر، والنفث هو النفخ بريق، بشيء من الريق، وذلك أن الساحر ينفث ويقرأ شيء من التعويذات الشيطانية، يستغيث بالشياطين والمردة وينفث ويعقد الخيوط، يعقد الخيوط وينفث فيها فيحصل السحر بهذه العملية، لا لأن الخيوط والعقد هي التي فعلت هذا، وإنما لأنه استعان بالشياطين وأشرك بالله عز وجل واستغاث بالشياطين في نفثه وفي قراءته بأسمائهم ومناداته لهم. لكن المغفل ما يدري ماذا يعملون، حسبها مجرد خيوط تعقد ويظن أنها النفث أنه قرآن، وأنه يقول ما شاء الله يقرأ، هذا يقرأ قرآن، هو يقرأ كلام الشيطان ما يقرأ كلام الرحمن. هذه كلمات عندهم يعرفونها ورموز يعرفونها، ليست من الوحي المنزل وإنما هي من وحي الشيطان.
فيغرر بالجهال ويظنون أنه من الرقية الشرعية، يقولون يقرأ وينفث، هذا ما هو صحيح، هذه تورية. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحل، والنفث في العقد كما عرفتم أنها تعقد العقدة في الخيط ثم تنفث فيه وتقرأ شيئاً من الكلمات الشركية والكلمات الشيطانية، تستعين بالشياطين فيحصل الإضرار بالمسحور، إما بقتله وإما بتمريضه وإمراضه وإما بتغيير قلبه على زوجته أو على صاحبه إلى آخره. أما في السنة فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات يعني المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد منها أنه عد السحر هو الموبقة الثانية بعد الشرك، الشرك بالله والسحر، فعده في المرتبة الثانية بعد الشرك، أدل على قبحه وشدة تحريمه وشناعته وأنه مهلك. الموبقات يعني المهلكات. مع ما سبق في آية البقرة من الدلالة على كفر الساحر وتحريم تعلم السحر وتعليمه وأنه كفر في مواضع من آية البقرة، والسحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أنواعا، له أنواعا كثيرة من أجل تحذير الناس من ذلك، من أجل تحذير الناس من ذلك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالمنجمون سحرة، الذين يتعاطون علم النجوم ويستدلون بعلم النجوم على الحوادث الأرضية ويقولون إذا طلع النجم الفلاني يحصل مرض، يحصل موت في الناس، أو يحصل مطر وخصب، وإذا طلع النجم الفلاني تغلى الأسعار أو ترخص الأسعار، هذا تنجيم والعياذ بالله، هذا كفر، ادعاء لعلم الغيب، لأنه لا يعلم ما يجري في المستقبل من حياة وموت وغلاء ورخص وجدب وقحط، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يخبر عن المستقبل وما يجري فيه هذا يدعي علم الغيب، ويدعيه بواسطة السحر الذي هو التنجيم. فالتنجيم نوع من السحر. من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم علم التنجيم وتعاطاه وصار يستدل بالتنجيم وأحوال النجوم على ما يجري على الناس وما يجري في الأرض في المستقبل من حياة أو موت أو مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو غلاء أو رخص أو غير ذلك، فهذا من السحر. سمه منجم وسمه ساحر، هذا نوع من السحر، التنجيم نوع من السحر. أما معرفة علم النجوم الذي هو علم الحساب، علم الحساب ودرجات الفلك وفصول السنة ومواقيت الصلاة، هذا ما طيب، هذا علم طيب ليس سحرا. الله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لقد زينا السماء الدنيا
بزينة الكواكب، وحفظاً للسماء من الشياطين ومن استراق السمع، لأن الله يرجم الشياطين بالشهب من هذه النجوم فتندحر وتحترق. هذه المقصود بالنجوم. أما أن المقصود منها الاستدلال على ما يجري في الأرض من الحوادث فهذا عمل السحرة وعمل المنجمين، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، فدل على أن التنجيم الذي هذا معناه أنه سحر، فالمنجم ساحر، وإذا كان ساحراً فهو كافر خارج من الملة، ومن يدعي علم الغيب فهو كافر، بل هو من كبار الطواغيت، لأن من أنواع الطواغيت ورؤوس الطواغيت من يدعي علم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه الله على شيء من علمه كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قد يطلع الله الأنبياء على شيء من علم الغيب لمصلحة الناس، وهذا من معجزاتهم عليهم الصلاة والسلام، لكن لم يعلموه بأنفسهم ولا بالتنجيم ولا بالسحر، وإنما علموه عن طريق الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. أما من يدعي علم الغيب فإنه يعتبر مشركاً كافراً، لأنه يدعي مشاركة الله سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه، وهو علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ومن أطلعه من رسله. والله لم يطلع السحرة ولا الكهنة على علم الغيب، وإنما هذا كذب منهم وافتراء على الله سبحانه وتعالى، وبذلك كفروا وأشركوا بالله عز وجل. هذا نوع من أنواع السحر، تنجيم. النوع الثاني النفث في الخيوط وعقدها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، عقد الخيوط والنفث فيها مع قراءة أسماء الشياطين والتعوذات الشيطانية، هذا نوع، بل هذا أعظم أنواع السحر والعياذ بالله، وهذا كفر صريح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من أنواع السحر علم البيان، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. الفصاحة، فصاحة اللسان والبلاغة في الخطابة قد تكون من أنواع السحر أحيانا، لأن الخطيب والمتكلم إذا أعطي بلاغة خيل على الناس وزين لهم الباطل وبهرج لهم الحجج، فقلب الحق باطلا والباطل حقا، لأن الخطيب والمتكلم إذا أعطي بلاغة خيل على الناس وزين لهم الباطل وبهرج لهم الحجج، فقلب الحق باطلا والباطل حقا. دعاة الضلال والعياذ بالله من هذا النوع، إذا خطب على الناس دعاهم إلى الكفر وإلى الشرك وزين لهم ذلك بكلامه وحججه الزائفة حتى يخيل إلى الناس أنها حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان، من تبعيضية، ما هو كل البيان مذموم، البيان الذي ينصر فيه الحق ويؤيد فيه الحق هذا ممدوح، فالخطيب والبليغ إذا استعمل ذلك لنصرة دين الله وبيان العلم للناس والدعوة إلى الخير هذا ممدوح، لكن الخطيب والكاتب والشاعر إذا استعمل ذلك لنصرة الباطل وتزييف الحق فهذا ساحر، وإن من البيان لسحرة، يعني يسحر عقول الناس، فهذا نوع من السحر قد يصل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك حسب ما يؤثر من الباطل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من أنواع السحر النميمة،
تعرفون النميمة؟ النميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، يذهب إلى هذا ويقول فلان يتكلم فيك، فلان يسبك، فلان يتكلم في غيبتك بكلام قبيح في حقك، يقول أنت بخيل، أنت جاهل، أنت كذا وكذا، يعني ثم يشحن صدر هذا الشخص على أخيه، ثم يروح للثاني يقول والله فلان يسبك، فلان يتكلم فيك، فيوقع بين الاثنين عداوة بين الأصدقاء وبين المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة. فإذا جاء النمام ودل يحثي بينهم، كل واحد يقول له فلان يقول فيك كذا وفلان يقول فيك كذا، فرق بين المسلمين، بل ربما أثار الحرب، ربما أثار الحرب بين المسلمين، وربما سبب القطيعة بين المسلمين فلا يتواصلون إلى الموت، وربما يفرق بين الأقارب، بين الوالد وولده، وبين الأم وولدها، وبين الأخ وأخيه، ربما يفرق بين العالم وبين طلابه، ربما يفرق بين طلبة العلم، ربما يفرق بين عامة المسلمين، ويجعل المجتمع كله شر وكله بغضة وإحن وأحقاد بسبب هذا النمام. هذا نوع من السحر، لأن السحر كما قال الله يفرق بين المرء وزوجه، النمام مثل هذا يفرق بين الأحباب. ولهذا جاء في كلام بعض السلف إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في ساعة بين الناس ما يفسده الساحر في سنة، لأن الساحر قد يكون إفساده محصور بين اثنين أو بين ثلاثة أو جماعة قليل، لكن النمام يفسد المجتمع كله، كل المجتمع، لأنه شغال يطلع من هذا المجلس ويدخل بهذا المجلس، يروح من هذا المكتب إلى هذا المكتب، وهكذا شغال بالنميمة بحيث أنه يؤجج الشر بين الناس. هذا نوع من السحر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العظ، يعني السحر هو النميمة القالة بين الناس، هو النميمة القالة بين الناس، هذا نوع من السحر. وإن كان النمام لا يأخذ حكم الساحر في الكفر، النمام لا يكفر، لكن عمله يشبه عمل الساحر، هو لا يكفر في نفسه، لأن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى حد الكفر، لكن النميمة تعطي أو تؤثر مثل عمل الساحر أو أشد، لكن النمام ما يتعاطى شيء من الشرك، النمام ما يستعين بالشياطين، ما يقول كلمات شرك، ما ينفث ويعقد عقد في الخيوط، النمام ما يعمل أعمال الساحر، وإنما سمي ساحراً من ناحية أثر النميمة فقط، والنمام يعتبر فاسقاً لأنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك العمل. فهذه من أنواع السحر التي بيّنها صلى الله عليه وسلم من أجل أن تجتنب ويبتعد عنها. أما حكم الساحر عند أهل العلم، قد اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم وجمهور العلماء اتفقوا على أنه يقتل ولا يستتاب، على أن الساحر إذا ثبت أنه ساحر إما بإقراره وإما بشهادة اثنين عليه، إذا ثبت أنه ساحر إما بالإقرار أو بالبينة يجب قتله ولا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يسبق في توبته، وإنما يظهر التوبة خداعاً، لأنه يعتبر من الزنادقة، والزنديق لا يستتاب يقتل، لأن إفساده لا يؤمن حتى وإن تاب لا يؤمن إفساده، وأنه يظهر التوبة خداعاً. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وورد موقوفاً بإسناد صحيح أن حده ضربه بالسيف من غير استتابة،
والحكمة أنه لا يستتاب أنه لا يؤمن شره، وأنه يخادع بالتوبة كما يخادع بالسحر، يخادع بالتوبة فيظهر التوبة من أجل أن يترك وهو لا يزال على سحره. ولأن الحديث أطلق قال حده ضربه بالسيف ولم يقل يستتاب، هذا هو الصحيح أنه يقتل ولا يستتاب، هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ولا يفصل في سحره، ما يقال وش لون سحرك بيّن لنا سحرك، لأن من العلماء من يقول لا يفصل في سحره، فإن كان من النوع الذي يكفر حكم بكفره، وإن كان من النوع الذي لا يكفر فإنه لا يحكم بكفره ولكن يمنع. وهذا الكلام غير صحيح، لأن السحر لا يكون إلا كفرا أبدا، لأنه لا يمكن إلا عن طريق الشياطين وعن طريق الشرك بالله عز وجل. فهذا القائل توهم أن هناك سحرا لا يكون عن طريق الشياطين، وهذا ما هو صحيح، ما هنا سحر إلا وعن طريق الشياطين أبدا. فالصحيح والراجح الذي عليه الجمهور أنه كفر مطلقا وأنه يقتل مطلقا، هذا هو الصحيح. والذي فصل في ذلك قوله مرجوح، لأنه مبني على وهم، توهم أن فيه نوع من السحر لا يكون بعمل الشياطين، هذا غير موجود، لا يكون سحرا إلا بعمل الشياطين أبدا، ولا يوجد ساحر إلا وهو مشرك أبدا، ما يوجد ساحر غير مشرك، إنما هذا من فرض الخيال اللي يقول إنه يوجد بدون كفر، هذا ما هو صحيح وله بكلام عن واقع، إنما هو كلام عن ظن فقط. فهذا حكم الساحر أنه يقتل وأنه لا يستتاب، بدليل قوله حد الساحر ضربه بالسيف. ولأن عمر بن الخطاب خليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستتابته، قال الراوي فقتلنا 3 سواح، تنفيذ لقول عمر، هذا الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين كتب إلى عماله بحضرة المهاجرين والأنصار بقتل السحرة ولا أنكر عليه أحد، هذا دليل على أن الساحر يقتل ولا يستتاب. وكذلك حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وهي أم المؤمنين صحابية جليلة، قتلت جارية لها سحرتها، هذا عمل صحابية حجة. وكذلك جندب بن عبد الله أو جندب بن كعب الأزدي قتل ساحرا عند الخليفة في مجلس الخليفة، قتله بالسيف وهو صحابي اللي هو كعب الذي هو جندب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الساحر، هذا عمل صحابي. ولهذا قال بعض يقول الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وابنته حفصة وجندب، 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. فهذا دليل على قتل الساحر من غير استتابة، بل يبادر بقتله من أجل إراحة المسلمين من شره. وعلى كل حال فالأمر خطير، والواجب على من عرف في هذا البلد أو في غيره عن أحد من السحرة أنه يتعاطى السحر، الواجب عليه أن يبادر بالإبلاغ عنه، يبلغ ولاة الأمور عنه بسرعة من أجل أن يقضى عليه ويراح المسلمين من شره وفساده. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، صلاح القلوب واجتماع الكلمة ولم الشمل ونصرة الحق ودفع الباطل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم وزادكم علما وعملا. الأسئلة حول موضوع السحر كثيرة جدا، ولكن نقرأ ما يتيسر إن شاء الله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بقراءة الفنجال والكف وما يسمى بالأوراج التي تنشر في الجرائد؟ كلها من أنواع السحر، قراءة الفنجال والكف والأبراج اللي تنشر في الجرائد كلها من ادعاء علم الغيب، كلها من ادعاء علم الغيب، فهي كهانة، والكهانة نوع من السحر، كلها أعمال باطلة. الكهانة، السحر، العيافة، الطرق، كلها طرق الحصاء، ضرب الودع، نثر الودع، كل هذا من أنواع السحر. نعم. شخص ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يسحر شخصا آخر، فسحره ثم تاب ذلك الشخص الذي تسبب في سحر الآخر، فماذا يفعل؟ هذا يؤاخذ بجنايته، إن كان أنه انقتل الآخر بسببه، إن كان الآخر انقتل بسببه فهذا يعتبر متعاون مع الساحر في قتل مسلم، وإذا تمالأ جماعة على قتل مسلم وقتلوه فإنه يقتل الجميع، المباشر والممالي المتعاون معه. إذا كانوا قتلوا شخصا يجب عليهم القصاص، وإن كانوا ما قتلوه وإنما حصل نوع من المرض فيكون عليهم أيضا مسؤولية في هذا الشيء، حسب مثل ما لو جنوا عليه وضربوه أو جرحوه، إن عليهم مسؤولية بجراحته، ينتهى بهذا إلى المحكمة، إلى المحكمة الشرعية. نعم. فالأمر ليس سهلا، يعني بس يتوب ويسكت ويخلي المصاب أو الميت حقه باقي، التوبة ما تسقط حق المخلوق، التوبة ما تسقط حق المخلوق، فلا بد من التحلل من حق المخلوق بأداء حقه إليه، إن كان قصاصا القصاص، وإن كان مالا يعطيه مال أو غير ذلك، مع المسامحة، طلب المسامحة والعفو. نعم. هذا سائل يقول: زوجتي تعاني من أمراض مختلفة، وعرضت على الأطباء وفادوا بعدم وجود أي أمراض عضوية، وهي تشك أن بها سحر، وكثير ما تطلب مني عرضها على بعض الأشخاص الذين يكشفون السحر، وأنا أرفض لما في ذلك من التحريم، وأنا لا أحس بالراحة والحياة الزوجية معها، فما رأي فضيلتكم وما هو الحل؟ أولاً، ما كل من أصيب بمرض يكون مسحوراً، الأمراض كثيرة، الأمراض كثيرة، فما كل مرض يكون سحراً، فهذا من باب الظن فقط، والواجب ترك هذا الظن، ترك هذا الوسواس، والإلحاح على الله بالدعاء، وعمل الرقية الجائزة الشرعية، قراءة القرآن على هذه المريضة، الإكثار من ذلك، تعويذها بالتعويذات الشرعية، هذا هو العلاج. أيضاً الذهاب للأطباء النفسانيين، ربما يعرفون نوع مرضها أو عندهم علاج لهذا الشيء، ولا يكون هذا من السحر. وحتى لو ثبت أنه سحر فالسحر لا يحل بسحر مثله، وإنما يحل بالعلاج الشرعي الذي هو قراءة القرآن والتعويذات، وإذا كان هناك أدوية معروفة لحل السحر تعمل وليس فيها شيء من الشعوذة، على أيدي الثقات من أهل العلم والمعرفة. نعم. أما أنه يذهب إلى السحرة لأجل حل السحر هذا لا يجوز، قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، والنشرة هي حل السحر عن المسحور. نعم. سائل يسأل يقول: يوجد بئر لا يوجد به ماء، وهذا البئر يلقى فيه السحر ويعتقد أنه محمي من الجن، هل لنا أن نذهب لنخرج هذا السحر وإبطاله بإذن الله، أم نبلغ رجال الحسبة في ذلك، أم ماذا نفعل؟ الواجب أنكم تبلغون رجال الحسبة
والسلطة وتدلونهم على البئر ويقضى عليه، يخرج يستخرج ويحرق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج السحر من البئر وإحراقه. فإذا كنتم متحققين من ذلك فبلغوا رجال الحسبة ودلوهم على المكان وأعينوهم على إخراجه وإحراقه. نعم. نحن أسرة مؤمنة بالله والحمد لله، كنا نقوم الليل نشيطين في كل الأعمال التي ترضي الله ورسوله، ولكن مشكلتنا أننا سكننا في بيت جديد، وعندما سكننا في هذا البيت ظهرت علينا الأمور الآتية: الثقل في قيام الليل، الضيق في النفس أو في النفس، عدم النوم، زيادة حرارة في الجسم، زوجتي لا تطيقني وأنا كذلك، فهل يا شيخنا الفاضل هذه الأمور من أمور السحر، وماذا ترشدنا؟ وادعوا لنا أنت والحاضرين جزاكم الله خيرا. قد تكون من أعمال السحر وقد تكون من عمل الشيطان، الشيطان يريد لكم المضايقة وشياطين الإنس والجن، فعليكم بالإكثار من تلاوة القرآن في البيت، إكثار من تلاوة القرآن لا سيما سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تطيقها البطلة، يعني سورة البقرة الشياطين لا يمكن أن يطيقوها، فإذا قرأت في البيت فهذا مما يطرد الشياطين. وإذا كان البيت فيه منكرات أو فيه صور معلقة فإنها تخرج من البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا تجنبت الملائكة البيت دخلت فيه الشياطين، وإذا دخلت فيه الملائكة فإنها لا تدخله الشياطين. فاعملوا الأسباب التي يصبح البيت بإذن الله خاليا من هذه المحاذير. وعند النوم تقرؤون الورد، تقرؤون آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين، تكررون ذلك ويذهب عنكم إن شاء الله هذا الشيء بإذن الله. نعم. ما حكم استعمال الحجب، وهل الذي يعمل هذه الحجب يعتبر من الكهان والسحرة؟ الحجب إذا كانت بكلام غير عربي أو حروف مقطعة فإنها شرك وكفر بإجماع أهل العلم، ولا يجوز تعليقها ولا عملها أو جعلها في البيت. أما إن كانت هذه الحجب من القرآن، مكتوبة من القرآن أو من الأحاديث والأدعية، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم. التمائم هي ما يعلق من التعويذات سواء كانت من القرآن أو من غيره، تعليق التمائم لا يجوز، هذا هو الصحيح ولو كانت من القرآن. فعلى كل حال هذه الحجب يجب إتلافها، ويكفي أن الإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ السور التي وردت قراءتها عند النوم مع آية الكرسي، ويكرر ذلك ويكثر من تلاوة القرآن والاستعاذة بالله عز وجل، تعويذات الشرعية في الصباح وفي المساء، والله جل وعلا يعصمه من ذلك بدون أنه يعلق حجب أو يعمل حجب. نعم. هل يجوز الذهاب بالمرأة المسحورة إلى أحد المشايخ للقراءة عليها؟ إذا كان هذا أحد المشايخ معروفاً بالصلاح والدين وصلاح العقيدة ويقرأ عليها من القرآن مع التستر والاحتجاب، وهذا الشيخ أيضاً يكون عنده تحفظ من الفتنة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك لعدم المحذور. أما إذا كان هذا غير معروف، هذا الشخص غير معروف لا بسلامة العقيدة ولا معروف بما يعمل وما يقرأ، فلا يذهب إليه. أو كان أيضاً من المتساهلين في أمور النساء ولمس النساء والنظر إلى النساء، فلا يذهب إليه لوجود الفتنة في هذا. نعم.
وإذا ذهبت إليها كما في الحالة الأولى إليه كما ذهب في الحالة الأولى مع الضوابط التي ذكرناها فلا يحصل خلوة بينه وبينها، بل يكون هذا بحضورك أو بحضور وليها معها، لا يخلو بها هذا الشخص وإن كان صالحا. فالفتنة لا تؤمن على أحد ولو كان صالحا، لا يخلو بها ولا تكشف له شيئا من جسمها أو من زينتها، ولا تذهب إليه وهي متزينة أو متعطرة. نعم. صلى الله عليكم، ما رأيكم بفتح العيادات المخصصة للقراءة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يفتح باب فتنة ويفتح باب احتيال للمحتالين، وما كان هذا من عمل السلف أنهم يفتحون دور أو يفتحون محلات للقراءة، هذا ما كان من عمل السلف. والتوسع في هذا يحدث شرا ويدخل فيه فساد، ويدخل فيه من لا يحسن، لأن الناس يجرون وراء الطمع، ودهم يجلبون الناس إليهم ولو بعمل أشياء محرمة. من يأمن الناس؟ ولا يقال هذا رجل صالح، لأن الإنسان يفتن والعياذ بالله ولو كان صالحا. ففتح هذا الباب لا يجوز، يجب إغلاقه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يعمل بالسحر التخييلي من الطعن والنار والضرب بالمطارق، ويظهرون أو يظهرون في وسائل الإعلام على أنهم يأتون بالمعجزات، فكيف ينهى عن هذا وكيف يواجه هذا الأمر؟ الواجب إنكار هذا ومنعه من وسائل الإعلام التي لنا عليها سلطة ولنا عليها قدرة. أما وسائل الإعلام التي ليس لنا عليها قدرة ولا سلطة فنمنعها من بلادنا، نمنع دخولها إلى بلادنا. أما وسائل إعلامنا فلنا عليها سلطة، نمنعها من إظهار هذا الشيء، وإذا حصل شيء يرفع للمسؤولين ويستنكر هذا الشيء، يطلب منهم إزالته. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من السحر ما يقوم به البعض من ما يسمى خفة يد، حيث يستطيع أن يريك غير الحقيقة، إما بالسرعة أو الخفة أو الخفة أو ما يحدث في لعبة الورق من حساب معين أو خفة. هذا السحر التخيلي، هذا السحر التخيلي، سمه خفة، سمه حيلة، سمه، هو السحر التخيلي. نعم. فضيلة الشيخ، هناك عائلة تشكو من كثرة المشاكل بشكل ملحوظ جدا، وهناك خلافات بين هذه العائلة، وقد كان لهم احتكاك في بعض الجلسيات التي يسهل عندهم عمل السحر، وسبب شكهم في ذلك هو أنهم وجدوا في أحد حقائب الخادمات بعضا من أظفار من الأظافر والشعر، وسؤالهم كيف العلاج وهم لا يدرون مكان السحر وكيف يعالجون هذا؟ يأخذون هذا الذي وجدوه ويتلفونه، يأخذون هذا الذي وجدوه ويتلفونه، ويسفرون هذه، يبادرون بتسفير هذه الخادمة، يبادرون بتسفيرها وإبعادها إلى بلادها، ولا يتركونها لا عندهم ولا عند غيرهم، بل الواجب إذا ثبت عليها ذلك أن يقام عليها الحد وأن تقتل، كما أن هؤلاء الأجانب إذا قتلوا أحداً يقتلون، وإذا سرقوا تقطع أيديهم، لأنهم ملتزمون بأحكام هذه البلاد. فإذا ثبت أن هذه ساحرة يجب أنها تقدم للمحكمة من أجل أن يقام عليها الحد وأن تقتل ويراح المسلمون من شرها. أما إذا ما ثبت شيء وإنما هو تهمة فالواجب أنه يبادر بتسفيرها والسلامة منها ومن شرها. نعم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن يقول بأن عصا موسى سحرية؟ هذا كفر بالله والعياذ بالله. موسى عليه السلام ما كان ساحرا وما كانت عصاه سحرية، وإنما هي معجزة من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. فاللي يقول هالكلام هذا يتوب إلى الله، هذا كلام شنيع. نعم. فضيلة الشيخ، هل الاستدلال بالنجوم على المواقع الأرضية سحر؟ ما النجوم ما تدل على المواقع الأرضية، إنما تدل على الطريق والاتجاه. المسافر إذا رأى النجم يعرف الاتجاه ويعرف الطريق، هذا المقصود. والبحر تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، السفن في البحر تعرف بها الاتجاه الصحيح، هكذا. أما أن تدل على المواقع، ما أدري إيش قصدي بالمواقع، يعني الطرق والبلاد ممكن، نعم، أما غير ذلك لا. فضيلة الشيخ، بعض الناس عندهم جهل بالقراءة ويستعينون بالجان ويقولون هذا جني مسلم،
ويسألونه عن مكان السحر، فهل من كلمة بهذا الموضوع؟ لا يستعان بالجان لا المسلمين منهم ولا غير، وما الذي يدرين أنه مسلم؟ يقول أنه مسلم وهو كذاب، يقول أنه مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدخل مع الإنس، فيسد هذا الباب من أصله، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا قول أنهم مسلمون، لأن هذا يفتح الباب. والاستعانة بالغائب لا تجوز، سواء كان جنياً أو غير جني، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، استعانة بالغائب لا تجوز، إنما يستعان بالحاضر الذي يقدر على الإعانة، الحاضر الذي يقدر على الإعانة، كما قال الله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا حاضر ويقدر على الإغاثة، فلا مانع من هذا، من الأمور العادية. لكن غائب ما تشوفه وتناديه وتستعين بهذا ما يجوز. نعم. ما حكم تحضير الأرواح، وهل هو نوع من أنواع السحر؟ لا شك تحضير الأرواح نوع من أنواع السحر، وهذه الأرواح ليست هي أرواح الموتى كما يقول، وإنما هي شياطين تتمثل، شياطين تتمثل بأرواح الموتى، تقول أنا روح فلان أو أنا فلان، هذا من الشياطين، لا يجوز هذا. أرواح الموتى لا يمكن تحضيرها، لأنها في قبضة الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح ليست كما يزعمون أنها تروح وتجي إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخير الله لها، ما هي بحرة وطليقة كما يقولون. فتحضير الأرواح باطل، وهو نوع من السحر، وليست هذه الأشياء التي تتكلم هي الأرواح، وإنما هي الشياطين تدعي أنها هي الأرواح، وقد يأتي بصورة الشخص الميت يقول أنا فلان، هو كذاب، شيطان، شيطان يتخيل بصورة الميت. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد قبل مدة أناس يذهبون بمريضهم إلى رجل للعلاج، ولما توفي هذا الرجل رجع المرض إلى المريض، فما رأيكم بهذا؟ نعم. يوجد قبل مدة أناس يذهبون بمريضهم إلى رجل للعلاج، ولما توفي هذا الرجل رجع المرض إلى المريض، هم المخطئون. الرجل توفي، عاد ايش يعملون؟ هم المخطئون، يوم يذهبون إليه وهم ما يعرفونه ولا يدرون من هو ولا يعرفون عقيدته ولا يعرفون، هذا من الإهمال ومن التفريط، وهذا هو المرض في الحقيقة، هذا هو المرض، والتوهيم والبلاء هذا يحدث أمراضاً عند الناس ما كانوا يتوقعونها، ولو أنهم توكلوا على الله وأخذوا بالأسباب النافعة لأغناهم الله بها عن الحرام وعن الأسباب المحرمة. فلا يذهب إلى كل شخص ولا إلى كل من يدعي العلاج ولا إلى، حتى يعرف ثقته ومكانته وتعرف عقيدته، من ما كل ما هب ودب وكل ما جاء من هنا ولا من هنا ولا من الشيطان ولا من إقريح ولا من أي بلد، نحطه طبيب ونحطه شيخ ونحطه مطوع ونروح نتعالج عنده، حنا ما نعرفه ولا نعرف عقيدته ولا نعرف دينه ولا نعرف الثقة التي فيه، هذا من البلاء والامتحان. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يمكن معرفة إذا كان الشخص مسحوراً، وكيف نفرق بين الحالات النفسية الاكتئاب؟ نعم. كيف يمكن معرفة إذا كان الشخص مسحوراً، وكيف نفرق بين الحالات النفسية مثل الاكتئاب وكون المصاب مسحوراً؟ أنت عليك بالعلاج بالأسباب النافعة، والله جل وعلا هو الذي يعلم المرض اللي فيه سحر ولا غير سحر، أنت عليك بالعلاج النافع، تعاطي الأسباب النافعة المباحة، لا هو بلازم تعرف أنه مسحور أو أنه ما هو مسحور، لا هو بلازم، اعمل الأسباب وكل أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما نوع المرض الذي فيه. نعم. صلى الله عليك. بعض الناس إذا أراد أن يبني بيتا ذبح في هذا البيت خروفا أو شاتا، وقال هذا من أجل أن يثبت البنيان والأصل، هذا شرك بالله عز وجل، هذا ذبح للجن، أنهم يذبحون هذا على عتبة البيت، أو إذا حطوا مشروع شركة أو مصنع يذبحونها أول ما تدار الحركات
يقولون هذا أنه في مصلحة للمصنع، وفي هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا ذبح للجن واعتقاد للجن، هم الذين أمروهم بهذا وأوحوا إليهم أن هذا الذبح ينفعهم، وأنه من ذبح لغير الله فقد أشرك. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هي الذبيحة، قرنها مع الصلاة، قرنها مع الصلاة، فكما أن الإنسان لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله، فصلي لربك وانحر، قرنه مع الصلاة النحر، فالنحر عبادة، لا يجوز أن ينحر للجن أو للشياطين بحجة إن هذا ينفع المشروع أو يطرد الجن عن البيت أو ما أشبه ذلك، هذا اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل واستعانة بالشياطين، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في امرأة تضع المصحف بجانب طفلها الصغير بقصد حمايته من الجن وهذا الوحدة عند انشغالها وتركه وحده؟ العمل هذا لا يجوز، هذا امتهان للمصحف، فيه إهانة للمصحف، يجب أن المصحف يرفع ويصان ويبعد عن الطفل وعن وليس هذا العمل مشروعا، ليس هذا العمل مشروعا أن الإنسان يجعل المصحف عند الطفل أو يجعله على صدره إذا نام أو ما أشبه ذلك، أو يتوسده أو يجعله في لحافه أو ما أشبه ذلك، المصحف يكرم ويصان عن هذا الشيء. نعم. وهذا سؤال خارج الموضوع، يقول: أنا شاب ملتزم وأخاف الله والحمد لله على ذلك، مشكلتي أنني متزوج ونعيش أنا وزوجتي في حياة سعيدة في ظل الإيمان والحمد لله، ولكننا أقارب يسعون بالفراق بيني والتفريق بيني وبين زوجتي، ويحسدوننا على السعادة التي نعيشها، ويقومون بالتشويه من خلفنا بدرجة أنهم جعلوا جميع الأقارب لا يطيقوننا، فماذا نفعل حيالهم؟ هل نزورهم أم نقاطعهم؟ زورهم لعل الله يذهب ما بهم من الكراهية لكم، زوروهم وواصلوهم وأكرموهم، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فإذا قابلت السيئة بالحسنة فإن الله يعينك. قد جاء في الحديث عن رجل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، يعني معين. فالإنسان يقابل السيئة بالحسنة لا سيما مع الأقارب، وإذا استعمل الإحسان فإن هذا يسبب أنهم يتوبون ويتركون هذا الشيء ويخجلون. نعم، هذا هو العلاج الصحيح. نعم. آخر سؤال من إحدى النساء، تقول: امرأة حامل وبعد مدة 4 أشهر جاءتها العادة كما يجيء النساء من غيرها، ثم انقطعت، ثم إذا انقطعت غسلت وصلت، وهذه الحالة صارت معها 4 أشهر، وأخيرا تبين أن الجنين ميت. والسؤال: خلال المدة التي لم تصلي فيها هل تقضيها أم ماذا تفعل؟ الحائض معروف أنها تترك الصلاة وقت الحيض، تترك الصيام، الصلاة لا تقضيها، وإنما تقضي الصيام وقت الحيض. والحامل معروف أنها ما تحيض، الغالب والذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تحيض، وإن جاءها دم فهو دم فساد، لا تترك، يعني نزيف، ما تترك من أجله الصلاة ولا الصيام، ما دام الحمل في بطنها فإنها تصلي وتصوم وإن كان ينزل عليها دم، لأن هذا نزيف وليس حيضا، لأنه لا يجتمع الحيض والحمل في الغالب أبدا، فتصلي وتصوم، وإن كانت تركت الصلاة والصيام فإنها تقضي ما تركت من صيام وصلاة، لأن ترك الصيام والصلاة في هذه الحالة خطأ، لأن الحائض تصلي وتصوم ولو كان عليها دم، لأن هذا الدم دم نزيف وليس دم حيض. نعم. قبل الختام نرغب من شيخنا أن يتحفنا بكلمة قصيرة عن أهمية حفظ القرآن وتعليم القرآن للصغار والصبيان في المساجد، وبعد ذلك تسلم الجوائز لبعض المتفوقين. على كل حال، هذا لا يخفى على الجميع أن الاهتمام بالقرآن تدريساً ودراسةً
تلاوة وعناية وتدبرا أن هذا واجب المسلمين، واجب كل مسلم، ولا سيما الآباء مع أولادهم. يجب على الوالد أنه يعتني بتعليم ابنه القرآن أو تعليم بنته أو زوجته أو من له عليه ولاية، يهتم بتعليمه القرآن، تعليمه الخير. والقرآن كله خير، تعلمه وتعليمه وتلاوته كلها خير في الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن ينبغي أن يكون هو شغل المسلم دائما، في تلاوته وفي تدبره وفي تعلمه وفي تعليمه. وكل ما أكثر منه كثر أجره، وكل ما أكثر منه كثر انتفاعه بالقرآن، وكل ما ابتعد عنه وهجره قسى قلبه وثقلت عليه الأعمال وتغير حاله. فالقرآن كله خير لأنه نور، والابتعاد عن النور يوقع في الظلمة، الاقتراب من النور يبصر الإنسان. فالواجب أن نهتم بكتاب الله عز وجل في أنفسنا وفي أولادنا وفي إخواننا المسلمين، ونتعاون أيضا، نتعاون مع الجمعيات والجماعات التي تدرس القرآن، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. قد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.